خيرا. فضل سورة الكهف، سؤال الأخ محمد. نعم شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث سورة الكهف يعني حديث متنازع فيه بين أهل العلم، ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة في رواية في ليلة الجمعة ويومها أضيء له من النور ما بين الجمعتين. فالحديث متنازع فيه، من أهل العلم من حسنه، وممن حسنه الحافظ ابن حجر، وحسنه الشيخ الألباني يعني رحمة الله، ويعني وبعض أهل العلم، ومنهم من أوقفه على أبي سعيد الخدري. ومع هذا التنازع في سند الحديث إلا أن جمهور أهل العلم يعملون بهذا الحديث ويقرؤون سورة الكهف يوم الجمعة، وهذا مقرر في المذاهب. يعني أنت لما تطالع في المذاهب وأقرأ كلام الإمام الشافعي، فكان يتكلم عن فضل قراءة سورة الكهف، وأنه نقرأ سورة الكهف ثم نفعل كذا. يبقى رغم التنازع في سند الحديث، لكن الجمهور الحقيقة يعمل بالقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. نعم، جزاك الله.